مرحبا بكم يا أعزائي، أنا المدرسة دان بيهو، وجئت لأعلم الرسم للأطفال من مختلف البلدان. هذه المرة أيضا سأحكي لكم قصصا ممتعة بقلب محب لكم، وسنرسم معا أيضا. وفي هذه المرة سنسافر معا إلى دول مختلفة في العالم من المحاضرة الأولى حتى المحاضرة الثانية عشر. ستكون ممتعة جدا صحيح؟ واليوم سنسافر إلى كوريا الجنوبية. هل كنتم تعلمون أني كورية؟ ربما لديكم فضول عن دولتي التي أسكن فيها، إذن نسافر اليوم مباشرة. نعم، هيا نسافر إلى كوريا الجنوبية الآن. هذا علم كوريا الجنوبية، وهذه صورة قصر قديم في كوريا يتواءم مع منظر الجبل الذي نراه خلف القصر بشكل جميل، وهذه صورة نقوش البيوت التقليدية، وهذه صورة تمثال الملك سيجونغ الذي صنع الحروف الكورية. يقال أن اللغة الكورية هي أكثر لغة تتبع طريقة علمية في العالم، وهذه صورة للأطفال مرتدي الهامبوك الملابس التقليدية، إنهم لطيفون جداً. وهذه صورة دمى واضعة عليها أقنعة هاواهي التقليدية، إنها مضحكة ولكنها ممتعة، أليس كذلك؟ وآخر صورة هي صورة طائرة ورقية تحلق في السماء، واليوم سنرسم معا طائرة ورقية تطير في السماء. هل أنتم مستعدون؟ أولا نرسم الأرض، بعد ذلك نرسم الشجر في اليسار، ونرسم بنتا تطير الطائرة الورقية في اليمين. لا ترسموا الآن، عندما أرسم مباشرة، بعد أن أحدد الأماكن للرسم، أرسموا مثلي. حددت أماكن الوجه، الرقبة، الجسم، الذراعين، التنورة، الطائرة الورقية بشكل تقريبي. هيا حاولوا أنتم أيضا الآن، يكفي أن يكون على نفس المنوال فقط، لأن هذا فقط لضبط الأبعاد وتحديدها بصورة متناسقة. لا يجب أن يكون رسمكم مثل رسمي، لذلك لا تقلقوا حتى وإن لم تكونوا ممتازين بالرسم.
والآن هيا نرسم بشكل تفصيلي. نرسم السحاب في السماء بشكل فاتح.
هيا نرسم نقوشا في الذراعين. هيا نمسح الخطوط التي لا نحتاجها. امسحوا الخطوط التي رسمتموها بشكل خفيف قبل قليل. بعد ذلك ننفذ بقايا المنحاة. نعم، قد انتهينا. والآن لونوا كما تريدون. قد اكتمل كل شيء. نعم يا أعزائي، كيف كانت محاضرة اليوم؟ اليوم قد رسمنا البنت المرتدية للهامبوك. ودون هذا المنظر قد رأينا صورا مختلفة، صحيح؟ سيكون ممتعاً إذا أوقفتم الفيديو في المشهد الذي تريدون رسمه وترسمونه. والآن لكم مني تحية، ولنتطلع لمعرفة أي دولة سنسافر لها في المرة القادمة. مع السلامة.